الدكتور محمد مختار جمعة على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يأتي في توقيت شديد الأهمية ويتعلق بموضوع أصبح يشغل العالم كله. هذا الموضوع هو استخدام الفضاء الإلكتروني في مجال الدعوة. الفضاء الإلكتروني الذي شغل العالم كله وأثر تأثيرا مباشرا وقويا في مختلف مجالات حياتنا السياسية والثقافية والإعلامية والأمنية وبشكل خطير، يدعو إلى أن من أسروا هذا الفضاء الإلكتروني وأسروا الحياة بمخترعاتهم العلمية ومن بينها الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق والميتافيرس، بدأوا هم نفسهم ينقلبون على ما اخترعوه. فهذا هينتون الذي شارك في صناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي يقدم استقالته من شركة جوجل نادما على الاختراع الذي تقدم به. يقول: ما كنت أتصور أنه سيسيء للبشرية أو يمثل خطرا عليها، فأنا أودع هذه الرواتب الضخمة التي أخذها. و يعني هو ما قالش كده، لكن يعني أستغفر الله على ما فعلت، أنا بريء من هذا الاختراع. هذا عراب تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا استخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة جدا، في الطب والنقل والزراعة ومعالجة ملوحة الأرض. لكن عندما يعني اقترب من مجالات الدين والقيم والعقائد، صارت تخوفات كثيرة من مدى تأثيره الخطير، أو ربما الذي يدعو إلى قلق شديد في الأوساط الثقافية والعلمية. هل يؤثر على الأديان؟ هل سيكون هناك اتجاهات أخرى لأصحاب الديانات؟ في عام 2019 دشنوا في اليابان أول إله بالروبوت وسموه مندار، وبدأ يعطي الموعظة بدلا من الوعاظ بتوعهم، وبدأ هذا يعني يؤرق علماء الدين البوذيين، وكيف أن هذا الإله سيأخذ مكاننا والدور بتاعنا، وبدأوا أسماه علماء أو خبراء التقنيات الذكاء. هو أول دمج بين الإله بوذا والذكاء الاصطناعي. تساءل كثيرون هل سيؤثر ذلك على الممارسات الشعائر، ووجدنا في التلفزيون المصري مذيعة تتحدث على أنه يمكن أداء العمرة والحج فيرتشوال افتراضيا، يعني احنا نحجز وعلى الموبايل وأشوف الحرم وأطوف وأنا في بيتي ولا أدفع تذاكر ولا حاجة. إلى هذا الأمر وصل الأمر، إلى هذا الحد نتيجة هذه التطورات التي تخطت يعني استيعاب البشر لفترات طويلة. أنا لا أريد أنه يعني أستأثر بالكلام، لكن هذه الجلسة إن شاء الله نتمنى أن تكون جلسة ثرية، لأن فيها تنوع من الضيوف الكرام، وحندعو طبعا الكل على وجه التحديد مدة الحديث لكل متحدث من 5 إلى 7 دقائق، ثم نعطي القاعة أن نفسي الناس كمان تشارك في رؤيتنا، وهي الرؤية الإعلامية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني. يسعدني ويشرفني أن أكون في معية هذه النخبة المتميزة من علماء الاتصال والاجتماع وعلماء الدين أيضا، وأدعو أخي الفاضل الأستاذ دكتور رضا عبد الواجد أمين، وهو أستاذ وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا معالي الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية أحب الشكر والتقدير والثناء إلى مؤسسات مصر الرسمية ممثلة في وزارة الأوقاف المصرية ولشخص معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على حسن اختيار عنوان هذا المؤتمر المبارك الذي يقوم ليس فقط على دراسة الواقع وإنما أيضا يقوم على استشراف المستقبل. الحقيقة طبعا أشكر أو أثني بالشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور سامي الشريف رئيس الجلسة الموقر والسادة الأساتذة العلماء الأفاضل الذين يعني أتشرف بمشاركتي معهم في هذه الجلسة العلمية. وأبدأ سريعا حفاظا على الوقت مداخلتي المعنونة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الخطاب الدعوي، الفرص والتحديات. الحقيقة الخطاب الديني مثله مثل أي نوع من أنواع الخطابات يعني يتم إنتاجه ونشره على الجماهير أو الذي يتم بثه عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية. واحد من المجالات التي يمكن أن تتأثر بتطوير أو بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظرا لأهمية الجانب الديني وخطورته، تحاول هذه الورقة العلمية البحث في قضية توظيف تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الدعوي. يعني نحن هنا ننظر إلى مسألة تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظرة حيادية موضوعية، نحن ننظر إليها على أنها أداة من أدوات العصر أو حتى أداة من أدوات المستقبل، ولا ينبغي أبدا أن نلقي بها جانبا. إنما رغم المخاطر التي أبدأ معالي الرئيس في سرد بعض منها، إلا أنه ينبغي مع ضرورة توخي هذه المخاطر والتحذير منها، إلا أن هناك فرصا تنطوي عليها لا بد من اقتناصها أو استثمارها في مجال الخطاب الدعوي. ومن ثم تنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسة. المبحث الأول حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الجانب الإعلامي، والمبحث الثاني يدور حول إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني إنتاجا وتنظيما وتحليلا ونشرا وتخزينا، والمبحث الثالث إشكاليات الخطاب الديني المعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بالتعريفات، سأتجاوز تعريفات الذكاء الاصطناعي لأننا يعني هي من نافلة القول، إنما ممكن بشكل سريع نقول إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي يمكن أن تسهم في عمل ما يلي: أولاً، الإسهام في إنتاج التقارير الإخبارية. يعني في تقارير إخبارية بالكامل الآن يتم إنتاجها عن طريق. ثانيا، تقديم النشرات والبرامج بواسطة الإعلامي الروبوت، المذيع الروبوت أو المذيعة التي تقوم بتقديم الخدمات الإخبارية دون كلل أو ملل على مدار الساعة. يعني لا في بريك ولا في ساندويتش ولا في مشروبات ولا في أي شيء من هذا القبيل. وطبعا في ذكرت في ورقتي بعض يعني التجارب التي قدمتها بعض القنوات الفضائية المصرية وبعض القنوات العالمية بطبيعة الحال. ثالثا، في مجال الإعلامي أيضا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحرير ملفات الفيديو، حيث تتوفر بعض البرمجيات التي تقوم بتحويل النص المصاحب لفيديو مثلا إلى كلام مكتوب. هذا يعني أدنى شكل من أشكال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إنما هناك تقنية اسمها استدعاء الموتى، يعني حتى لو واحد ميت يمكن عن طريق الذكاء الاصطناعي أن نجعله وفقا لهذه التقنية يتحدث ويحكي عن تجاربه ومن خلال طبعا سيرته الذاتية. أما فيما يتعلق بإسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني، طبعا الخطاب الديني عندنا بيتحدد في مجموعة من القوالب، منها خطب الجمعة والدروس الدينية التي تؤدى في المساجد بشكل دوري، المقالات والتقارير الإعلامية التي تنشر في الصحف الدينية والإذاعات الدينية مثل إذاعة القرآن الكريم الرائدة وغيرها من الإذاعات والقنوات التلفزيونية المتخصصة، والمحتوى الديني أيضا الذي يبث عبر المنصات الرقمية.
بالنظر إلى ما يمكن أن تقوم به تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخطاب الديني، فإن هناك فرصا متعددة يمكن استغلالها لإنتاج ونشر وتوزيع وتطوير هذا الخطاب، يمكن تناول بعضها فيما يلي. أولا، تتسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقدرة الفائقة والسرعة الكبيرة في تجميع المعلومات المطلوبة وصياغة خطاب متوافق مع طبيعة الجمهور المستهدف، بل وإعداد نص دعوي مبدئي اعتمادا على المعلومات والبيج داتا أو البيانات الضخمة وتنقيحه ومراجعته والتعديل عليه، بما يعني أن هذه التطبيقات قادرة على اختصار الكثير من الوقت للخطيب أو الداعية أو معد البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني لإنتاج محتوى دعوي متميز. مش هنقول إن هو يحل محل الخطيب أو الداعية، إنما سيوفر له الكثير من الوقت لتجميع هذه البيانات. ثم سهولة تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وتبيان درجة صحتها، وكذلك عزو النصوص القرآنية إلى الصور التي وردت فيها وغيرها من النصوص مثل الشعر وغيره. بإمكان تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا صياغة الخطب والمقالات الدينية على نفس النسق الذي يقوم به الخطيب أو الداعية أو الإعلامي. وأنا شخصيا رحت جبت أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وطلبت منه أن يعني يعد خطبة بعنوان الإسلام دين الرحمة، وفي المواقع أو التطبيقات دي بتدي أوبشنز للمستخدم أنه هو عايز خطاب رسمي أو غير رسمي، عايز خطاب استفهامي ولا عايز خطاب تحليلي، عايز خطاب مثلا تقريري ولا ملهم ولا سعيد ولا عاطفي. يعني هو بيديك أوبشن كثيرة على حسب ما تقوم بتغذية هذه التقنية. الحقيقة عمل خطبة أو يعني مقالة بعنوان الإسلام دين الرحمة يعني لا بأس بها، يعني ربما لو قرأت منها مثلا فقرة، يعتبر الإسلام ده الكلام اللي قاله الذكاء الاصطناعي، يعتبر الإسلام الرحمة أيضا، الرحمة دين من النص في المعاملات التجارية، حيث يحث المسلمين على العدل والإحسان في التعامل مع الآخرين وعلى إظهار الرحمة في التعامل التجاري وعدم استغلال الآخرين. فالرحمة في الإسلام تمتد إلى جميع جوانب الحياة وتشمل السلوك والأخلاق والتعامل المحبة، إلى آخر هذا النص اللي هو الحقيقة. حاضر، احنا بدأنا 3 دقائق بدري، لو سمحت لي ناخد 2 دقيقة منهم. طيب، يعني إذن هذا نص لا بأس. خامسا، تتيح بعض مواقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانية إنتاج التصميمات المصورة التي تتناسب مع فكرة معينة أو موضوع محدد يتم نشرها في المنصات الرقمية، بالإضافة إلى حاجة بنسميها الأوتو بوست أو عملية جدولة النشر الرقمي عبر هذه المنصات، ودي خدمة مهمة جدا بالنسبة للخطيب أو الداعية. آخر نقطة عشان الوقت، إشكاليات الخطاب الديني المعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الحقيقة فيه بعض الإشكاليات، منها الإشكاليات التقنية يقصد بها التحديات الناتجة عن ضرورة الفهم الواعي لوظيفة هذه التطبيقات وأنها ليست محلا للإنسان. إشكاليات مرتبطة بمنافسة الذكاء الاصطناعي للعنصر البشري، فبعض الباحثين والإعلاميين يحذرون مرارا من الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات بسبب التخوف من التهام الفرص الوظيفية للعنصر البشري. الإشكاليات المرتبطة بالأمن السيبراني، فالتوسع في استخدام الثورة الصناعية الرابعة يؤدي إلى خلق بعض الثغرات الأمنية واختراق بعض الأجهزة للوصول إلى بيانات المستفيدين أو المستخدمين. الإشكاليات المتعلقة بالحد من الإبداع البشري، لأن هذه التطبيقات ربما لا يتوفر فيها عنصر الإبداع كما هو متوفر في العقل البشري الذي وهبه الله، وهو أثمن ما وهبه الله للإنسان. أختم بالنتائج العامة للدراسة. أولاً، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقنية تسهم في تطوير الأعمال الذهنية التي يقوم بها العقل البشري، وأنها وجدت لمساعدة العقل البشري في سرعة الحصول على المعلومات والبيانات والتقارير والمقالات وليست بديلاً عنه. ثانياً، أن هناك ثمة تجارب ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، مثل إنتاج التقارير الإعلامية اعتماداً على البيانات الضخمة التي يتم تغذية برمجيات الذكاء الاصطناعي بها وتحرير الصور والفيديو في وقت قياسي. ثالثاً، أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام الدعاة والأئمة ومنتجي الخطاب الديني لتطوير أدائهم الدعوي اعتماداً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل منتجي الخطاب الدعوي. رابعاً، تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إعداد الخطب والمقالات الدعوية المختلفة في وقت قياسي وفق الأسلوب الملائم للداعية والجمهور المستهدف، وتسمح بمراجعتها وتعديلها. يمكن الاستفادة أيضاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتية،
من خلال تجميع عشرات الفتاوى المتشابهة مع الحالة التي يتعرض لها المفتي دون أن تكون بديلاً عن المفتي البشري، لأنه الأقدر على تكييف الموقف الإفتائي وترجيح الأدلة المتوفرة عن موضوع الفتوى. توفر أيضاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي للداعية الفرصة لإدارة المنصات الرقمية على مستوى تخليق التصميمات المصورة المناسبة للأفكار الدعوية وعمل جدولة زمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. آخراً آخر شيء، توصل إلى أن هناك مخاوف مشروعة من الاندفاع نحو التوسع في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أن الإفراط في الاعتماد عليها قد يقتل الإبداع الفردي لدى بعض الدعاة ومنتجي الخطاب الديني، بالإضافة للمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وتآكل الخصوصية الفردية للمستخدمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا. شكرا دكتور رضا على هذه المداخلة الطيبة والتي تحدث فيها عن المحتوى الرقمي الخاص على الذكاء، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى كيفية الإفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الدعوة الإسلامية. في باحث اسمه صموئيل سيجال، ده عمل مقال عن التحيز ضد الإسلام في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وده راجل اللي مش مسلم ولا حاجة، هو بيقول يا أخواننا في تحيز الديان وخاصة الدين الإسلامي. طبعا المشكلة عندنا بنشتكي منها أن الذكاء الاصطناعي وشبكة الإنترنت ضدنا وضد الدين وضد القيم والأخلاق، هو في جزء كبير منه راجع لنا كمسلمين، لأن الذكاء الاصطناعي لا يتحدث من تلقاء نفسه ولكن من خلال المادة التي خزنتها عليه اديت لها. نسبة المحتوى العربي، المحتوى باللغة العربية على شبكة الإنترنت من 4-6%، والباقي بلغات أخرى. إحنا اللي حاطينه عن نفسنا من 4-6% من جملة ما على شبكة الإنترنت. وبيضرب مثل صموئيل سيجال بيقول إنه في تقنيات الجي بي اتش 3 اللي هو ده أخطر حاجة بقى في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إنك تطلب أي حاجة، اعمل لي خطبة عن كذا، اعمل لي بحث عن كذا، يدي لك من المعلومات المخزنة عليه. فبيقول إن التقنيات دي مخزن عليها معلومات مسيئة للنبي، لأنك أنت ما فيش حد بيدافع، ما فيش حد بيرد. فبيقول إن هو جرب بنفسه، لو كتب دخل مسلمان إلى ونقط أكمل الجملة، فالإجابات كانت، ودي باحثين من جامعة ستانفورد الأمريكية عملوا الدراسة دي، تكمل الجملة ازاي؟ فكانت الجملة دخل مسلمان معبدا يهوديا بالفؤوس والقنابل، الجملة كده يعني، يقول له يعني في جملة كملها لي في الجملة. أو مسلمان دخل مسابقة رسوم كرتونية وفتح النار، لما غيروا الجملة دخل مسيحيان، كمل الجملة. كل الإجابات كانت إجابات إيجابية وتظهر بصورة إيجابية هذين المسيحيين. إذن في مشكلة معضلة خطيرة جدا، احنا نشكو من تقنيات الذكاء الاصطناعي بس احنا مش حاطين مادة تشرح حقيقة الدين الإسلامي ووسطيته وسلامته وكل ما فيه من معلومات، لأنه الذكاء الاصطناعي مش بدي معلومات من عنده، بدي معلومات من اللي انت حاططها في داخل هذا الوعاء الإلكتروني. ننتقل الآن إلى المتحدث الثاني، وهو الأخ العزيز فضيلة الشيخ السيد علي بن عبد الرحمن آل هاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا بك، أنا سعيد أن ألتقي به في شهر واحد مرتين في مناسبتين. تكون ثالثة قريبا. يلا شكرا. شكرا السيد الرئيس على هذا التقديم الطيب المبارك. كلمتي ستكون إن شاء الله تعالى لكم في النطاق الشرعي، بعد أن تخلص من الأمور التي هي تتعلق بالأمور التي هي مستحدثة في مسألة هذا الذكاء الصناعي. بودي أن يكون المتخصص لمواجهة عموم الناس
بالوعي والإرشاد والخطابة أن نضع في أذهاننا هذه الكلمات التي أوردتها في هذا المقال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وهداه إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. إن المؤتمر الرابع والثلاثين قد اختار عنوانا هو الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة. أنا مسكت هنا في الخروج عن الجادة، كيف نخرج يكون هناك خروج عن الجادة؟ وسأتطرق بعون الله وتوفيقه في هذا البحث المتواضع القصير إلى ما هو المقصود بالخروج عن الجادة. فالخروج عن الجادة في الخطاب الديني يأخذ أشكالاً مختلفة وطرقاً متقاطعة، ولذلك فإن الخروج عن الجادة ربما يعني الانحراف بهذه الوسائل غير التقليدية إلى مساحات لا تمت إلى المطلوب الأصلي منها بصلة، كما تفضل السيد رئيس الجلسة وذكر لنا أن آخرين بيّنوا أنهم خرجوا عن المضمون التي وضع إليها هذا الأمر الحديث. لقد قال سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده، يعني الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة لدين الله. من عمل بها اهتدى إلى الطريق المستقيم، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. ومن قصد مصالح أو درء مفاسد لم يأخذ بها الشرع مشاقة ظاهرة، فإن القاصد لغيره ما قصد الشارع يكون بعمله هذا آخذا في غير مشروع حقيقة، وبالتالي فهو لم يأتي بذلك المشروع أصلا، كما تفضل السيد الوزير في ما ذكر من حيث أن رجلا قال في نفسه: لإنسان عاصم لن يدخلك الله الجنة، فأدخله الله الجنة برحمته. يعني لا يتصور أن الخطيب أو الواعظ أن ييأس الناس من رحمة الله عز وجل. وقد ساق الإمام الشاطبي رحمه الله للقاعدة الشرعية أمثلة، منها إن القول في الحيل عند من قال بها على وجه الإطلاق إنما قال بها بناء على أن الشارع الحكيم قصد بذلك استجلاب المصالح ودرء المفاسد، وإنما يقع الخلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة المنصوص عليها. وموافقة عمل المكلف ظاهرا ذلك إن كان لمقصود الشارع فلا غبار عليه، إذ أنه يكون قد تحقق مقصود الشارع الهادف إلى مصلحة العباد، وتعتبر ذلك استخداما رشيدا. وعبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تفيد أن الأعمال منوطة بالأسباب، أما إذا كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فحكم عمل المكلف هنا عدم الصحة وعدم المشروعية، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها
بل المقصود بها معانيها، وهي المصالح والمقاصد التي شرعت لأجلها. وإن مقصد الشارع من المكلف أن يكون عمله موافقا، أن يكون عمله موافقا لما جاء به الشارع الحكيم في الشريعة التي جاءت لمصالح العباد. وفي هذا الإطار يضيف الإمام الشاطبي مسألة في غاية الأهمية، وهي أن أحكام الشريعة الإسلامية تشتمل على مصلحة كلية في الجملة، وهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع الحنيف في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته حتى يلتزم بأحكام الشرع، وعلى ذلك يكون المتتبع للرخص في كل مسألة قد خلع ربقة التقوى وتمادى في الهوى ونقض ما أبرمه الشرع الشريف. وهذا في رأي من يقولون لا 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 حاجة إلى المذاهب، لا، هذا مذهب شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا أيضا يعني من إخواننا الشيعة وهذا من إخواننا الباضة وهذا من إخواننا، وحتى الدروز فيما أنهم يعني إخواننا في الشام قد لا يقرون على هذا القول، ولكن لهم توجه ديني معين فهم محسوبون على الإسلام وإن كان غير ذلك. وللعلامة ابن القيم شيخ الإسلام في عصره في بيان وجوه بطلان الحيل في كتابه أعلام الموقعين بالجزء الثالث قال: وألفت نظر القارئ الكريم إلى ما تمسك به الإمام مالك رحمه الله من محاسبة أهل السوء والغفلة، محاسبة أهل السوء والغفلة، فقد قال لأحد تلامذته ومريديه: عليك بمجالسة من يزيد في علمك ويدعوك إلى الآخرة فعله إن شاء الله. وإياك مجالسة من يعيبك قوله ويعيبك دينه ويدعوك إلى الدنيا فعله. وهذا هو الإمام مالك، وأنا مالكي ما أستطيع، لن يغفرون للمالكية، هم مستددون. وسئل مالك رحمه الله ذات يوم عن قوله لا أدري، مع أنه إمام العلماء بلا منازع، فقيل له: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري بعدك؟ فأجاب: ويحك، يقول لمحدثه: ويحك، أما عرفتني ومن أنا؟ وأي شيء منزلتي حتى أدري ما لا أدري؟ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لا أدري، فمن أنا؟ فمن أنا الذي أدري بعده؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرئاسة، وهذا من الإمام مالك في التواضع والخشية من الله عز وجل، وتواضع نابع من الأعماق والإخلاص وتقوى الله عز وجل. ذلك أن الشارع الحكيم ألزم المكلفين بتكاليف متنوعة، وكان قصده استمرار المكلف عليها مدة بقائه، وهذا بالنسبة لأعمال العباد التي تتكرر أسبابها، لا سيما وأن المقصود بالمقاصد الأصلية تلك الضرورات المعتبرة في كل ملة، في كل ملة. ومن هنا كان يلزم الباحث إذا ما تطرق إلى ما يراد بالوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة أن يلتزم بمعنى الدين، وهي الشريعة الإسلامية الغراء. وإن غير ما شرع الله عز وجل مهما كان التصرف محاطا بالعناية الوافية بالمراد فإن فعله باطل، باعتبار أن المشروعات وضعت لتحصيل المنافع ودرء المفاسد. ولقد عرف العلماء الأصوليون أن التحيل والخروج عن الجادة المطلوبة بأنه تحيل على قلب الأحكام الصحيحة، فالأعمال منوطة بالأسباب، هذه الأسباب التي تشتمل على الحكم والمصالح التي ضبطها الشارع. سيد الرئيس،
الجلسة يلاحقني وأنا مالكي، وأفاضوا في بيان وجوه بطلان كل ما ينافي الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة المتبعة، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الجليل معالي الدكتور محمد مختار جمعة نعم، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لكل ما يقوم به من جهد نافع في سبيل تصحيح المفاهيم بكل ثبات وجرأة واقتدار. وداعيا المولى عز وجل لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بكل توفيق في ظل طاعة الله عز وجل، ومتشرفا بأن أرفع لفخامته تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحية أخوية مشفوعة بالحب المتواصل، ومن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومن كل مواطن من الإمارات بل من الخليج العربي غيور على الإمارات العربية المتحدة. اللهم اشملنا بلطفك عنايتك، وأفض علينا من جميل منحك وسوابغ نعمك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشكر بجزيل الشكر وأوفره السيد رئيس هذه الجلسة لصبره ومصابرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا للعلماء الأجلاء والحضور الكريم على الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا مع المستشار على هذه المداخلة الضافية والتي أصر فضيلته على إكمالها كاملة. شكرا. وننتقل الآن إلى المتحدث الثالث الأخ الفاضل الدكتور عبد الله حسين الشيعاني عضو اللجنة الإعلامية لرابطة الجامعات الإسلامية. الوقت سيف المسلط بيد الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. المؤتمر الكريم، ورقة العمل المقدمة بين أيديكم الكريمة وأنظاركم بعنوان توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الديني. وكانت الدراسة حول توظيف رابطة الجامعات الإسلامية لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الديني، وبخاصة في موقع إكس تويتر سابقا نموذج. وحتى أتجاوز من رئيسي معالي الأستاذ الدكتور السيد سامي الشريف وخبطي على المايك، فإنني أنتقل إلى التوصيات مباشرة. فمن أهم تعزيز قيم التسامح والاحترام والتعايش من خلال تقديم البرامج التعليمية والنشاطات التوعوية، وتعزيز المحتوى المتميز الذي يعزز القيم الإنسانية، الاستفادة من مراكز التدريب لعمل دورات متخصصة في مجال صياغة المحتوى الإعلامي وتقديم برامج مشتركة في الاستخدام الأفضل لمواقع التواصل الاجتماعي، عقد الملتقيات المتخصصة لتطوير آليات العمل في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة المستجدات في هذا المجال، إنشاء مرصد في كل الإدارات الدينية لتقديم حلول ناجعة حول ما يتم نشره من آراء وشبهات ضد المبادئ الإسلامية والرد بأسلوب علمي واختيار الوسيلة المناسبة، إتاحة للعمل في إدارات التواصل الرقمي للاستفادة منهم في الآليات الحديثة والطرق الأسرع في نشر الرسائل الإعلامية، مراعاة توحيد الهوية البصرية للحساب الرسمي واختيار الألوان ونوع الخط الموحد
حتى تكون الهوية جاذبة وتترك بصمة متميزة في ذهن المستفيدين. وضع آلية زمنية محددة لنشر الرسالة الإعلامية في كل وسيلة من مواقع التواصل تتوافق مع وقت الجمهور المستهدف في جميع أنحاء العالم. وأخيراً، مراعاة كتابة المحتوى حسب المستهدفين من الرسالة الدعوية وضرورة سياستهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية والعمرية. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التسويق أكثر لأنك اختصرت في الوقت كثير جدا، وهو أنا يعني أعطيت وقت المولانا. لا تبرعت به، تصدقت به. بالطبع لم تكن التخوفات التي سادت في العالم من تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الفضاء الإلكتروني قاصرة على المسلمين أو الديانة الإسلامية فقط، لكن الديانة المسيحية وحتى الديانة اليهودية كلهم ضجوا بخطورة مثل هذه التقنيات على الأديان والعقائد. ومن هنا دعا الفاتيكان في 2020، ثم أعقبوا بيان روما الذي شارك فيه علماء من المسلمين والمسيحيين واليهود، مبادئ التي ينبغي على مصمم الذكاء الاصطناعي الالتزام بها. وكان من أهمها أن ترسيخ الدعوة إلى عدم التفرقة والانفصال بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو الانفصال بين الإنسان وخالقه. ده نص قمة روما اللي بتحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي. المتحدث الرابع معنا الأخ الفاضل الأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي. والأستاذ ماجد أحدث طفرة في الأهرام المسائي من الناحية التكنولوجية، لأنه تولى رئاسة تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية ومجلة ديوان الأهرام الإلكترونية أيضا، يعني أدخل التقنيات الحديثة بشكل كبير جدا في إحدى الصحف أو إحدى أكبر الصحف العربية، صحيفة الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني شهادة اعتز بيها من الدكتور سامي، طبعا أستاذنا، ويعني بنفخر بهذه الإشادة. بداية طبعا أنا يسعدني ويشرفني أن أنا أكون موجود في هذه الصحبة والكوكبة العظيمة على هذه المنصة وفي هذا المحفل الكبير وله تاريخ طويل حقيقي، المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية، حقيقي منصة مهمة. العالم الإسلامي والعالم أجمع بيتطلع لمخرجاته كل عام، فأنا شرفت بدعوة كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة للمشاركة في هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أولا هختصر الوقت يا دكتور سامي، لأن أنا ما عنديش ورقة عمل بحثية، أنا راجل عندي رؤية وفق مجال عملي الإعلامي ده أنا حقنا أنت هتتفاجئ دلوقتي إن أنا خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. بين هذه الكوكبة من حملة مشاعر للعلم والتنوير مصابيح الهدى في عالمنا المقترب الذي يموج بالعديد من المتغيرات والتحديات، أدرك جيدا أن أمانة الكلمة التي أتشرف بحملها تجعلني أكثر حرصا على طرح ما أعتقده مفيدا في سياق موضوع النقاش الذي تتعدد محاوره، انطلاقا من إيماني بخطورة الدور الذي يلعبه الإعلام دوما بوسائله المتعددة والمتنوعة، ولا سيما فيما يتعلق بما نطلق عليه الفضاء الإلكتروني بأشكاله ووسائله وأدواته وتأثيراته، فهو الأسرع انتشارا والأوسع متابعة. ومن هنا لابد من أن ندرك خطورة دوره والتصدي لمخاطره ووضع تصور علمي محدد لاستخدامه بطريقة صحيحة تعيننا جميعا على تصحيح المسار لنصل إلى القضية اللي أنا هتكلم فيها، هي قضية الخطاب الديني وارتباطه بالفضاء الإلكتروني وتصحيح المسار.
إن قضية الخطاب الديني تمثل أهمية خاصة في عصرنا الحاضر نتيجة لما ارتبط به من دعوات حدثت معها بعض الالتباس وبما اكتنف بعضها من غموض أخرجه أحيانا عن جادة الصواب من قبل فريقين أحدهما استغل قضية التجديد للعبث بأصول الإسلام فجعلوها مجالا لتجربة المناهج الفلسفية أو اللغوية الحديثة زاعمين أنهم يقدمون تفسيرا عصريا أو تأويلا حديثا أو قراءة عصرية للدين الإسلامي كي يلائم من وجهة نظريهم مستجدات الحياة. وأما الفريق الثاني رأى أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني تعد نوعا من المروق من الدين تجب مقاومتها والتصدي لها، وذهبوا إلى أن الداعين إلى التجديد هم. وقد عبر هذا الخلل عن نفسه بصور مختلفة وصلت إلى حد اختزال البعض للإسلام في كلمتين اثنتين هما الإرهاب والتخلف. ونتيجة لثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والفضاء الإلكتروني أحد نتائجها وثمارها فقد ترسخ هذا المفهوم بقوة وفعالية غير مسبوقة حتى أوشك أن يستقر ذلك المفهوم السلبي. ومن هنا تصبح مهمتنا هي البحث عن آلية لتصحيح المسار وتوضيح الحقائق وضحط الشبهات وكشف المغالطات المتعمدة عن ديننا الإسلامي الحنيف، لا سيما إذا أدركنا من خلال الرصد والمتابعة في الماضي والحاضر أن هذا التوصيف ليس وليد اللحظة الراهنة لكنه نتيجة لخيال خصب مشبع بكل صور الكراهية والصفات السلبية عن الإسلام. إن الخطاب الديني المعاصر يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وربما جاز لي أن أعرض مجموعة من لاستثمار الفضاء الإلكتروني بكل أدواته وآلياته مع كل الوسائل الأخرى لمواجهة هذه التحديات وتصحيح مسار خطابنا الديني. ويمكن تحديد ذلك في نقاط محددة، منها توظيف مجموعة من الآليات لتحقيق حلول قصيرة ومتوسطة المدى تشمل التعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد والاجتماع والسياسة لصناعة عقول متفتحة غير منغلقة في ضوء المنابع الصافية القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة. الدعوة إلى أسلوب حياة وطريقة عمل تعتمد على التعلم بدل التعليم، البحث بدل النقل، الحوار بدل الاستماع، والقدرة على الاختلاف بدل التسليم المطلق بالأفكار السائدة. تكوين مرجعيات حديثة تتفاعل مع التراث قائمة على تعدد مصادر المعرفة وتنوعها. الاهتمام بالخريطة الإعلامية ولغة الخطاب الإعلامي من أجل البناء وتقديم التصورات العلمية. التأكيد على أن الإسلام في أنقى صوره القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يقدم نموذجا إنسانيا عالميا للدين الذي يلائم الطبيعة الإنسانية ويعترف بالتنوع الكوني والإنساني ويعتبر الاختلاف والتنوع سنة إلهية ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الأوطان ومصالح الناس. وختاما أؤكد أن الإسلام بنقائه وصفاته ومنابعه الصحيحة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو الملاذ الآمن لبناء مجتمع حضاري ينطلق من ماض حضارته هي التي فتحت الآفاق للعالم لاستشراف المستقبل بأساليب العصر وأدواته. شكرا جزيلا، لم أطل يا دكتور وأشكركم. تسلم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل للمتحدث الخامس والأخير على المنصة، الدكتور هشام أبو العز من علماء الأزهر الشريف. وأعتقد أن العلماء ملتزمون بالوقت 100%. يعني معك 5 دقائق. 5 ولا 7؟ لا، احنا نقول من 5 إلى 7. حضرتك من 5 على طول فرصة للقاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، وكما أخص أيضا بالشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار
على إقامة هذا المؤتمر وعلى جهوده في دعم الدعوة والدعاء. في الحقيقة البحث طبعا لا نستطيع أن نتكلم ولو حتى 10%، ولكن أردت أن أضع نقاط سريعة حول موضوع البحث وهو موضوع المؤتمر. مع تطور وسائل التواصل التكنولوجي أصبح مصطلح الفضاء الإلكتروني مصطلحا عصريا لازما في كافة المجالات والأنشطة، لا سيما تلك التي تختص بالوعي الديني والفكري، الأمر الذي يجعل الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني أمرا لازما يتوافق مع طبيعة العصر. إذا كان الفضاء الإلكتروني أصبح ضروريا من ضروريات العصر، فلا بد من وضع ضوابط وشروط، وبخاصة في مجال تناول الخطاب الديني، وكذلك الفتوى الإلكترونية، وكذلك التحفيظ والتدريس عن بعد، لنبتعد عن خطورة الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي وتصحيح المسار. على الرغم من أهمية مثل هذه المؤتمرات، إلا أننا بحاجة إلى آليات عملية تجمع بين جهد الدعاة عبر الوسائل التقليدية كخطب الجمعة والدروس الدينية عبر الفضاء الإلكتروني من خلال عمل نوافذ إلكترونية على أعلى درجة من الحرفية في نشر مقاطع الفيديو الدعوية، والتي يتم تصويرها على أعلى درجة من الدقة، وأدوات الجذب لنشرها عبر وسائل التواصل المختلفة. أيضا الانتقال من تدريب الدعاء التقليدي على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي إلى التدريب الجاد والممارس لتلك الوسائل، مع تخصيص لجان إلكترونية مساعدة للدعاة تعينهم على التدريب المستمر لرفع مستواهم الدعوي عبر الإنترنت، وهذا ما قام به معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في بعض مديريات وإدارات مساجد محافظات مصر. إن العالم الإسلامي أصبح يواجه تحديا دعويا ودينيا كبيرا من خلال التواصل في وسائل الفضاء الإلكتروني وظهور أدوات الذكاء الإلكتروني، ولا أكون مبالغا إن قلت لو استطعنا أن نعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي والديني فلنفعل، وبأسرع وقت، حتى نكون سابقين في مواجهة ما هو قادم من وسائل يمكن أن نطلق عليها وسائل تحتل العقول. إن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار متاح، بل هو ضرورة ملحة لا غنى عنها، بل هو إضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها، وهو وسيلة أداة يجب حسن استخدامها وحسن توظيفها في المجال الديني، لأنها من فروض الكفايات، فإن لم توجه الحق تركناه ساحة فسيحة للتطرف والتشدد، وهذا ما أشار إليه معالي الوزير حفظه الله. إن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني هي دعوة حق، وهي تعبير قوي عن الشعور بالحاجة إلى المراجعة والنقد الذاتي. إن ثورة الاتصالات والتواصل الحديثة جعلت العالم اليوم قرية صغيرة، وصار للناس تطلعات ومفاهيم جديدة، الأمر الذي فرض عليهم سلم أولويات جديدا في القيم والسلوك. فإذا لم يغير الخطاب الديني اليوم طروحاته ليواكب ذلك، سيكون في واد آخر غير الواد الذي تستمع له الناس أو تراه أو تمارس، وحينئذ يفقد أهميته وتأثيره. فالأسلوب العاطفي بالنسبة للخطباء والدعاء، فالأسلوب العاطفي ودغدغة المشاعر لم يعد كافيا اليوم، ولا بد أن يسير في خط موازن مع الفكر والعقل، وأن يطعم مع التقدم العلمي المعاصر حتى ينسجم ويتناغم معه. إن إصلاح حال الأئمة والخطباء هو جزء هام جدا من إصلاح الخطاب الديني. أكرر، إن إصلاح حال الأئمة والخطباء هو جزء هام جدا من إصلاح الخطاب الديني، كما أن رسالة الاهتمام بالأئمة على المستوى المالي أو المستوى التدريب هي رسالة مستمرة لأهمية هذا الدور الكبير. في الحقيقة بالنسبة للفتوى، يعني ألخصها في نصف دقيقة، الفتوى أصبحت للقاصي والداني بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا يفتي وذاك يتكلم، والأمر مفتوح على مصراعيه، وأصبح الناس وبخاصة العوام، يعني إنسان متحير يقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال
وفلان قال، لأن هؤلاء ليست هناك ضوابط أن يخرجوا ليفتوا للناس. ممكن أن تكون داعية وليس مفتيا، لأن الفتوى أمانة. ولذلك لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كانوا يتورعون ويخافون أن يفتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. سعيد بن المسيب يقول رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت كلمة في كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي لابد من تصحيح المسار. يعد فقه المراجعات الفكرية من أهم الوسائل التي تعين على التوجيه السليم والإرشاد القويم لأرباب العمل الدعوي، حيث إنه يقوم على العلم بالقواعد والمبادئ الأساسية للمحاولات الفكرية والمناقشات العقلية، وفهم مقدماتها ومقاصدها، ومعرفة آليات تطبيقها، وفهم علماء الأمة الإسلامية. تصدق علي بدقيقتين، إن الله يجزي المتصدقين. جزاك الله خير. دقيقتين. وفق رؤية الصدقة، يعني أنا هقول عز وفق رؤية متكاملة إن شاء الله، اجعلها مثل ختامها مع الوزير. وفق رؤية متكاملة وعمليات منسقة، فقه المراجعات يهدف إلى فهم تطورات الحركات الإسلامية وتحولاتها والاستفادة منها في مواجهة العنف والتطرف بكل صوره وأشكاله. ويؤكد كذلك أن ما يشاهد على أرض الواقع من مظاهر الغلو والتطرف العملية والسلوكية هو في الحقيقة نتاج طبيعي للتعصب المذهبي والتطرف الفكري والشرود الذهني والشذوذ العقلي. وأختم، إن الشريعة الإسلامية براء من مثل هذه المخالفات الشرعية، حيث أنها تعمل جاهدة من أجل الدعوة إلى التخلي عن التطرف بكل صوره وأشكاله، فهي الحل الأمثل لكل المشكلات الحياتية، وهي الدواء الأنجح لكل الداءات الإنسانية، وهي طوق النجاة الإيماني من مختلف أمواج الضلالات الفكرية. لذا فإن هناك خلطا في الفهم عند من ادعى أن مواجهة الإرهاب الفكري تقتضي مواجهة التدين نفسه، وهذا خطأ كبير وإفك مبين، فقد نهى شرعنا الحنيف عن الغلو في الدين وحذر منه المسلمين. وأختم بهذه الأبيات القليلة: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى غاديا وابن البتول تعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. الشكر، أكرر شكري لمعالي الأستاذ الدكتور معالي الوزير دكتور محمد مختار جمعة على إقامة مثل هذه المؤتمرات، فأصبحت الوزارة الآن يعني مجموعة من الوزارات، لأنها تتعامل مع كل الوزارات في صبغة إيمانية وسطية. وشكرا لمعالي الرئيس، وجزاكم الله خير. شكرا معالي الدكتور. ونعطي الفرصة للقاعة، لأننا دائما نحب أن القاعة هي تتكلم أكثر من المتحدثين الذين يحتكرون الحديث فقط، لكن أرجو من المداخلات تكون دقيقة واحدة دون شكر. لا نشكر الوزير ولا نشكر المنظمين، وندخل في الموضوع على طول مباشرة. أول طلب المداخلة الدكتور عبد الحميد متولي من البرازيل. فاتت الدقيقة خلاص. الميكروفون. الدكتور شديد قوي. بسم الله. معالي الوزير، يعني أجدت وأفدت الجميع بالمعطيات التي تحدثتم بها من النتائج التي سمعناها من سعادتكم الآن. وهذه النتائج والمعطيات بسبب المقدمات. من الذي وضع هذه المقدمات حتى تخرج هذه النتائج؟ هم نفس من سألوا السؤال وأجابوا عليه. يعني هذا هو الخص والحكم في آن واحد. وهذا عار علينا نحن المسلمين أن يتحدث عن الإسلام. بلاش عار، يعني خطأ من المسلمين. لا، ما خطأ كبير. خطأ كبير، وخاصة تتحمله الجهات والمؤسسات الرسمية، لأن هناك مواقع تتحدث عن الإسلام وهي ضد الإسلام، فهي تضع ما تريده هي هذه المؤسسة عن الإسلام.
ويأتي الجواب كما تريد هي. فلا بد من وقفة يعني صارمة وصادقة على هذه المواقع للمؤسسات الرسمية. عندنا الأزهر الشريف، عندنا الجامعات في والكليات في جامعة الأزهر فيها من الرسائل ومن الردود على الشبهات. أين هذا؟ على مواقع الإنترنت. نعم هو موجود على الأرفف ويأكله يعني هذا وذاك. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا تكون لنا دعوة من خلال هذا المؤتمر لجامعاتنا العريقة جامعة الأزهر أن تخرج من كلياتها كلها الرسائل العلمية النافعة التي تخدم وترد على الشبهات، حتى نضع الخير الذي يرد الشر عن الإسلام وعن المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. دكتور أحمد بهمام، تفضل هنا. شكرا سيادة رئيس الجلسة، السلام عليكم وبركاته. الذكاء الاصطناعي هو على قول أخوان مصر أطر، يعني قطار ماشي ضخم جدا يركب فيه من ركب وبقي من بقي، فهو كيف نوظف هذا القطار لمصلحة العمل الإسلامي؟ التوصية التي استفدت فيها من العلماء الجلسة حفظهم الله هي أنه كيف يمكن أن نصون الخطاب الديني من التدليس والتزييف، لأنه بإمكان الآن الذكاء الاصطناعي أن يحضر صورة شخص ثم يضع لسان الكلام بنفس النغمة وبنفس النبرة. يعني أملي كله في علماء الأجلاء أن يتم فعلا صيانة الخطاب الديني والفتوى، وأن تكون مصانة وفيها مراكز محددة واضحة ومنتشرة بشكل كبير في ساحة العالم الافتراضي. وشكرا لكم جزيلا. شكرا. دكتور محمد زينهم، أستاذ بجامعة حلوان. اللي موجودة، لكن العنوان بتاعنا الفضاء الإلكتروني، كيف نستفيد منه؟ احنا لو بصينا دلوقتي تيك توك وانستجرام وده كله 5 دقايق بيتكلموا بالصورة، الشباب كله بيجري ورا الصورة دي. طب احنا ليه ما بنعملش ده بالدين؟ آية قرآنية نحطها بالصورة في 5 دقايق. ال5 دقايق دولت أبرك من ساعة بتتقال على المنبر وبنطلع متضايقين من الراجل اللي بيتكلم. فياريت ناخد الحتة دي ونأكد على الخطاب الديني من خلال التوزيع الحديث في الفضاء الإلكتروني. شكرا لسعادتكم. شكرا. المهندس مجدي أمين، تفضل. السلام عليكم. أحيي معالي الوزير على اختيار هذا الموضوع الخطير، وأحيي السادة العلماء على توصياتهم، وأضم صوتي إلى صوتهم وأناشد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي، مؤتمر العالم الإسلامي، كل في جهته، كل الجهات الإسلامية أن تصدر ما يخرج من شهريا من منشور أو بيان يرد على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أغراض يعني مسيئة للإسلام والمسلمين. لازم نقف وقفة قوية ونوضح الأخطاء الصادرة من الكتاب والسنة. أحييكم جميعا وكل سنة طيبين وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. دكتور أيمن أبو عمر، دكتور تفضل. دكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أنا بشكر سيادتك دكتور سامي على الإدارة الطيبة للجلسة، وبشكر السادة الضيوف شرفتونا ونورتونا، والحقيقة يعني إحنا زدنا يعني بركة بوجودكم، إضافة إلى ما تمتعنا به من رؤية يعني خطوط واضحة ترسم لنا الملامح حتى يحدث لنا ما نصبو إليه من هذا المؤتمر، وهو الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني. أنا مداخلتي بسيطة جداً تتعلق بما يخص شغلي، لأن لما يقال شيء وإحنا يعني في معرض الحديث في جلسة عامة لابد يكون يعني تصحيح الأوضاع مطلوب. قد تكون الأمور أو الصورة غائبة عن بعض السادة الأفاضل الزملاء، لأني سمعت يعني أحد السادة الفضلاء الأساتذة بيتكلم عن أن خطبة الجمعة الخطيب بيتحدث في خطبة الجمعة ساعة. لم يعد هذا الأمر حادث بالفعل الآن، والكل يشهد بذلك. ربما ذلك في سنوات سابقة، قبل 7 سنوات، قبل 9 سنوات كان بيحدث هذا الأمر حينما كانت المساجد مختطفة
من بعض أصحاب الأفكار المتطرفة أو المتشددة، لكن وزارة الأوقاف أحكمت السيطرة على المساجد أولاً دعوياً، ثانياً إدارياً. يشهد بذلك أحداث كورونا لما الوزارة اتخذت بقرار من معالي وزير الأوقاف قرار بغلق المساجد وتعليق الأنشطة، يعني استناداً لما كان من آراء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من آراء المتخصصين في الصحة أن تقديم الأمور الصحية أو يعني سلامة الإنسان على أداء العبادة في المساجد بهذه الصورة وبهذه الطريقة اللي بنؤديها، كانت الوزارة ملتزمة بذلك. لما أخذت الوزارة قرار الغلق كل أبناء الشعب المصري كانوا مجتمعين على قرار الوزارة، ولم نرصد أي انتهاكات لهذا الأمر. لما بدأنا نرجع بصورة جزئية كل الناس كانت ملتزمة معنا ولم نرصد أي خلافات. لما رجعنا بصورة جزئية وبصورة كاملة وأصبحت الوزارة الآن تعقد الكثير من الفعاليات داخل المساجد، فعاليات متنوعة ما بين أنشطة قرآنية وما بين أنشطة دعوية، كل الناس مستجيبة معنا. خطبة الجمعة الآن أصبحت محددة ب15 دقيقة والموضوع موحد، وشكرا لسيادتك. شكرا. اتفضل حضرتك الدكتور عبد الباقي والخضر عبد الباقي. عرف نفسك بعد إذنك. عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الشكر والتقدير والغفران الجميل، لاحظت أن كثيرا من البحوث التي قدمت في هذا المؤتمر حول النشر الدعوي في من خلال الفضاء الإلكتروني أغلبها يوجه بالقيم الإسلامية الأخلاقية المتمثلة في السماحة والعفو والرحمة واللين والرفق إلى آخر ما هنالك. فهناك صفحة أخرى أريد أن تبرز هذه الصفحة أيضا، وهي فيما يتعلق بالعقوبات ومناسبتها للجنايات والجرائم. فهذه أقترح أن تتولى المحاكم الشرعية بمنظومتها إطلاق صفحات ومواقع للحساب على الإنترنت ببيان العقوبات الشرعية ومدى مناسبة كل عقوبة بالحدود والجنايات. وشكرا لكم. شكرا. القاعة كده استوفينا. حضرتك تفضل بس عرف نفسك لو سمحت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. جار النبي خميس مرسال، جنوب السودان، المجلس الإسلامي. أهلا وسهلا. نشكر الرئيس الجلسة هذا الموضوع المهم. أريد أن أقول هنالك ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. كثيرين من المنظمات يستقلون الفضاء الإلكتروني في أن يجردوا المسلمين من قيام الدين ويعمل حاجة على أساس كل الأديان يجمعون في حاجة اسمه الديانات الإبراهيمية. هذه الأمور نشطة في شرق إفريقيا، يريدون أن يجردوا الإسلام من ويجعل الإسلام صوري مستقلين هذا الفضاء الإلكتروني. لذلك فينبغي من المسلمين أن يكون هنالك معلومات، لأن أي مسلم البسيط لما يشوف كلمة الإسلام والمسلمين هو يشوق فيه، لكن فيه يعني شيء يجرد من الإيمان من قلوب الناس ويجعل الإسلام صوت. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا. شكرا لحضراتكم، واسمحوا لي أن أشكر وبكل التقدير زملائي على المنصة، الدكتور هشام أبو العز والأستاذ ماجد منير والدكتور عبد الله الشيعاني وفضيلة المستشار السيد بن عبد الرحمن آل هاشم والأخ الفاضل الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأشكر المشاركين بالمداخلات وأشكر ضيوف المؤتمر، وأرحب بكل ضيوفنا الأكارم من الدول العربية والإسلامية الشقيقة. أنرت مصر وشرفت المؤتمر، وكل عام وحضراتكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.